السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم متولي، بمناسبة السنة الجديدة تحب تقول ايه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مين فينا مش مظلوم من حد؟ مين فينا مفيش حد مزعله؟ مين فينا محدش مضايقه ومعكنن عليه ومضايقه؟ كلنا كده، وكلنا عارفين منزلة العفو والصفح، ان احنا لو عفينا وصفحنا عن اللي زعلنا فعلا هيكون حاجة كويسة جدا، بس احنا مش قادرين. انا مش قادر، انا عارف المنزلة بس انا مش قادر. وبعدين ما هو برضو القرآن بيقول ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. اهو القرآن اللي بيقول يعني انا اقدر اخد حقي. طيب هل هتقدر تاخد حقك بالعدل؟ بمعنى حقك اللي انت هتاخده بالظبط نفس اللي تاخد منك؟ يعني لو حد ضربك بالقلم هتقدر تديله نفس القلم بنفس القوة بنفس كل حاجة؟ خلي بالك انت لو زودت في اي حاجة من اللي ظلمك انت دلوقتي اللي هتكون ظالم. طيب ألا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ربنا بيقول لك انت نفسك بتذنب، انت نفسك بتغلط، انت نفسك عندك اخطاء كتيره جدا في حقي. انت مش عارف، مش عايز ان ربنا يغفر لك، انت مش عايز ان انا اغفر لك ذنوبك. ازاي هتكون عايز اغفر لك ذنوبك وانت مش قادر تعفو؟ انت مش قادر تسامح. نفسك ان ربنا يسامحك على اللي انت عملته، ومع ذلك انت مش قادر تسامح غيرك على اللي هو عمله. ربنا بيحبك، ربنا بيعايز يصلح بين الناس. بيقولك وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله؟ ده ربنا اللي بيقولك اعفوا، وربنا اللي بيقولك اصفح. يعني ايه تعفو ويعني ايه تصفح؟ العفو هو انك تمسح الذنب اللي الراجل ده أذنبه في حقك. دي المرحلة الأولانية. طب الحاجة التانية، إن الذنب ده لسه في أثر جواك كده، لسه مضايقك، في حاجة مضايقاك. أنا خلاص أنا قلت لك أنا سامحته، بس يعني من جوايا كده حاجة أنا مش قادر، خلاص هي في حاجة كده. العفو إنك تعفو، الصفح إنك تشيل بقى الأثر ده في نفسك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في حاجة مهمة جدا محدش واخد باله منها، ان اللي ظلمك ده ظلم ايه؟ قبل ما يظلمك انت هو ظلم خلق من خلق الله، تمام؟ فزعل ربنا منه، فربنا دلوقتي في صفك انت. خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا على فكرة، لو خدت بالك منها انت هتروح تشكر الراجل اللي ظلمك. بجد مش هزار والله. تخيل ان ربنا في الوقت ده في صفك عليه هو. طيب خلينا ناخد مثال صعب جدا، ان فعلا ممكن ده اصعب مثال ممكن يمر عليك، ده نموذج للعفو والصفح. كان في واحد سيد ابو بكر بيتصدق عليه وبيطعمه وبيديله مال ونصف. تخيل ان الراجل اللي انت بتحسن اليه، الراجل ده يتكلم في ارض بنتك انت، تمام؟ بيتكلم عليها بالزنا. فسيدنا ابو بكر زعل زي اي بشر بيزعل، طبيعي جدا انه يزعل، وراح مانع الفلوس اللي هو كان بيديها له والحاجه اللي هو كان بيحسن عليه بيها. تخيل، حقه ولا مش حقه؟ حقه. حد يقدر يقول حاجة؟ محدش يقدر يقول حاجة. بس رب العزة بيقول له ايه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا خلاص، وراح مرجع تاني. ليه؟ ربنا هو أعلم بصدورنا منا، ربنا أعلم بالخير لينا. فلما حد يظلمك، لما حد ياخد حقك، وانك تعفو وتصفح، ده مش ضعف، بالعكس دي قمة القوة. دي يعني ده القوي هو اللي بيقدر يعمل كده.
مش الضعيف، انت مش ضعيف انك لو عفوت وصح. حتى يعني احنا مع نفسنا كده بنشوف انا مش قادر، يعني معنى ذلك ان دي حاجة كبيرة جدا. فربنا يقول لك انت فعلا بتعمل حاجة كبيرة جدا، وفعلا ربنا هيجازيك عليها خير. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.